السلام عليكم المتتبعين ديالي الزوينين، الوريدات الكبيدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو؟ خرجتو شويه؟ انا خرجت دابا كما قلت لكم قبيله، مشيت لدارنا، درنا الكسكسو، تغدينا، خرجنا دابا، خرجنا الوليدات شويه يلعبوا. كما كتعرفوا راه ضروري الوليدات خصهم يخرجوا يلعبوا، عندهم هاد العطله هاد اليومين خصهم يلعبوا فيها شويه، خصهم يخرجوا يحيدوا عاوتاني داك المدرسه وديال الحفاظه. حنا جينا هنايا لواحد البلايصه زوينه بزاف بزاف، كاينه الجريده، كاين الناس جالسين في الارض، كاين الفوق حدا البحر، كاين الطبالي، كاين الكراسه. حنا اختارينا هنايا كما كتعرفوا دائما، انا راني كنبغي الربيع، نبغي الخضوره، نبغي الطبيعه. سمحوا لي على الهضره اللي كنهضر، الخضوره الطبيعه. راه قلت لهم جلسوا في واحد البلايصه، راه ما جلسوا ليه معنا الوليدات، انا واحد الاخت ديالي، كلشي هادو اللي معايا هنا ما تيبانوش. انا غادي نمشي عندهم، ما نقدرش نهز الدخول، انا كليهم بركه عليا نهز غير دوزاني هاك يشوفوني هزيت تليفوني يقول لهم حيدوا شوف تي في جايه كلشي تيهرب، كلشي تيهرب. انتم اخوتي شوفوا الطبيعه زوينه، شوفوا الخضوره تبارك الله. ولكن بيني وبينكم راه تنخاف من هذا الغازو، كنا واحد المره غادي مسافرين وجلسنا في واحد المحطه هذه الصراحه كنرتاحوا شويه، واحد البنيه غاده تتلعب هكا عرفتي حفظها الله غير مصلي بقى فيها، كانت غتمشي في واحد القادوس وسيكين من تما وليت كنخايف، وليت تما غدا ونتملس برجليا تنعرف راسي فين نحطها، نخاف نبقى غير كنفيلمي مقابليني كنفيلمي تيصرطني القادوس ما يعرفوني فيني. هادشي اللي كاين اخوتي، انا غادي عندهم واحد البلايصه جايبين اتاي كما كتعرفوا، فطرنا في الدار الصباح وتغدينا في دار الوالدين. سمحوا لي خبكيت قبيله شويه، راه غتكونوا شفتوا الفيديو، الله يسمح لينا من الوالدين. لا اسلام وسير، خليني نانا وسير، خليني نفيلمي وسير، الله يرضي عليك وسير. واش شتيها انت؟ كنهرب منكم وكنتمو جي، سير الله يرضي عليك وسير، سير لا سير سال مره اخرى وتبان معايا وسير، خليني الله يرضي عليك مره اخرى ان شاء الله. دابا راه جبنا معنا باش نديرو كسكروط هنا في هاد الربيعات زوينين، غنقلب لكم الكاميرا ناري قالت لا ما تخافوش على زينكم، تخلعوا لي المتتبعين ديالي على زينكم. بارك يشوفوني انا ياك اخوتي، انا بارك عليكم معانا تشوفوني كي تفتح لكم القلب زوينه، ونفتح النفس ونفتح العروق المسدودين. وما هادو اش غادي اش غنوريكم، اش غنوريكم هادو، نوريكم بو عواتي خلعوكم. سير انا ما بغيتش نبينكم، لا والله ما بيناك، ما انا بينا راسي كيقول لك عندك عندك تش غنبين فيهم، تخلعوا لي المشاهدين ديالي كتابونا عندك ابوناي. مرحبا مرحبا بنيتي، مرحبا مرحبا. شكون؟ تحيه للالا عيشة، تحيه للالا عيشة من هنا تالين سيدي رحال اهنا، ايوا تحيه للالا عيشة من هنا حتى لسيدي رحال. المتتبعين ديالي العزاز، الوريدات الكبيدات ديالي، مرحبا بكم الوريدات الكبيدات. هانتوما الورده، انا جبتكم من الورده الطبيعه، اليوم العيد خرجت وليداتي ما بغيتش نخليكم نتوما في الدار، جبتكم معايا. مرحبا بكم، ها الكسكرات اللي كليتكم ها هو. وكنرحب للا عيشه وللا مريم، طلبوا مني باش نعطيهم سميه القناه ديالي، تما عندهم قناه، راه غادي ناخذ السميه ديال القناه ديالهم باش تدخلوا عندهم. الله يجازيكم بخير، راك تعزيزه عليكم، تناخذ القناه حيت يلاه عيطوا عليا، مساكن دابا واحد جوج فواتات عيطوا عليا ورحبوا بيا، الله يرحب بهم الخير، الله يكبر بهم.
دابا انا جبنا كويس ديال اتاي وقهيوه، غادي اللي بغى قهيوه ياخذها، اللي بغى اتاي ياخذها. جبنا معنا شويه كرواسه والخبز والمسمن، وهذا راكم عارفين كلينا في الدار، وكسكرو درناه برا. مرحبا بكم معايا، راكم عزاز وغاليين، وفين ما مشيت راني كنديكم معايا، راه ما نبغيش نخليكم ورايا. بغينا نصوروا، ما حد الشميشه دابا باقيه، راه بدات كتمشي، ما قدرناش نخرجوا في ديك الشمس قبيله، سالينا الغدا بكري ولكن ما قدرناش نخرجوا في ديك الشمس. الا كانت الشمس ما غنقدروش نجلسوا بحال هكا. مرحبا بكم، كويسه اتاي غنضرب، كويسه اتاي زوين. انا هزيت ليهم هادشي، قلت ليهم راه الوليدات وداكشي كيبغيو ياكلوا بريسات وهذا، وكنهدي لكم هاد الكويساعاتي في الطبيعه الزوينه الجميله، وكنهدي الاخوات كلهم اللي كيتفرجوا فيا واللي كيشوفوني، جميع البلدان وجميع المدن وجميع العالم كله. راني كنرحب بكم في المغرب، احسن احسن مغرب، احسن مغرب واحسن بلاد هي المغرب ديالنا، واحسن مالك هو مالكنا محمد السادس، عاش الملك، كنبغيو كنموتو عليك محمد السادس، نتا وليداتك الله يرحم الحسن الثاني. بسم الله. حبابي خوتي صحابي الكبيدات الوريدات ديولي، كما كتعرفوا دائما فين مكان الورد كنجيبكم ليه. ها انتوما، غنمشي مارشاريا باش نوريكم الورد، الورد في الارض اخوتي، الورد في الارض. والله الا واحد الكليسه هنا الا زوينه بزاف، شربنا كويس داتاي الحمد لله، والله ما قادرين كلينا الكسكسو وما كناش قادرين غادي قلنا نشربوا غير اتاي، غير جبنا داكشي غير هكاك وصافي، قلنا لا نحتاجوا الدراري. والله اخوتي الا كليناه، كلينا انا الكيكه ما عمرني كليتها كاع، وكليت واحد الطريف، كليت شويه ديال سميتو هذه الحرشه، صوبتها بنتي الصباح زوينه، ايوا كلشي تكال تبارك الله، والله الا كلشي تكال، قلنا داك الكسكسو راه نفخنا الساعه تبارك الله، كلشي كليناه. ايوا اخوتي هاد البلايصه زوينه وفيها الناس زوينين، واحد جوج خواتات عيطوا ليا، ديديكاس ليك عيشه، لالا عيشه، ديديكاس لالا مريم، خواتات تا هما عندهم قناه، راه قلت لكم باقا مع عيطوا ليا قالوا لي الشمس غادا تمشي، اجي دغيا بغيت باش نصور لكم، تكون الشميشه كيكون داكشي زوين. باقي يلا غادي نشوف قناه ديال ما سميتها. تحيه لكم عيشه ومريم خواتات، الله يدومها عليكم يا ربي، خاوات تكون زوينه وتكون خاوتكم تامه ان شاء الله، والهلا يجيب شي غيار بيناتكم، والهلا يجيب شي نقاش بيناتكم، وتبقاو خواتات ديال دائما حالنا، تحنا تحنا خوتنا الحمد لله. الله يحفظنا ويحفظكم غير من شر الخلق، ويحفظ جميع أمة سيدنا محمد. تحية لكم لالا عيشة ومريم من نتل سيدي رحال، وشوف راه قلتها وعاودتها وقلتها وعاودتها، عيطوا عليا مساكن قالوا لي كتعجبينا باشوشة كتدخلي الخاطر، الحمد لله أنا غادي عندهم دابا، وقالوا لي جي عندنا لسيدي رحال وأنا غادي يجيو عندي تا أنا الولفة. قلت لهم مرحبا بكم عندي، هما ما تيبانوش انا تنبان، انا يلا عطيو تحيه للمتتبعين ديالي، ما تبانوش غير الصوت، الصوت عطيو تحيه للجمهور ديالي. السلام عليكم لي فانز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، مرحبا بكم في سيدي رحال، مرحبا بكم عندنا في سيدي رحال، ان شاء الله تسمعوك مزيان، يعجبكم سيدي رحال بزاف. هادي هادي مريم سميه العزيزه اللي سميت بنتي، اللي كنقول لكم سميها على عدوزتي، مناسبة ديال عيد مولد نبوي شريف، إن شاء الله ندخل عليكم باش نسميتو إن شاء الله بالصحة والعافية وطول العمر يا ربي. لا قصير وليدي ما تبانش، قول لهم دعموا خديجة أم البنات. شوفوا هاد السيدة بين باشوشة وظريف، الله يرحمها، ربي يخليك، دعموها بزاف، ربي يخليك.
هادي لالا عيشة. لالا عيشة لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم مرحبا بكم في مدينة سيدي الحال. ربي يخليك. هي صغيرة ولكن غتعجبكم بزاف. ايوا سمعوا هاد السيدة هادي بقاو عندها ودخلوا تأبونا، والله راه واحد الوجه اللي ما تشوفوش. ربي يخليك ابنيس، ربي يخليك ابنيس. باقينا معاه هي وبناتها والعائلة ديالها، والله العظيم إلا كتدخل الخاطر. ربي يخليك ابنيتي. أيا ما كنعرفهم ما يعرفوني مساكن، باقينا صغار بنية تبارك الله، باقينا صغار بوليدات. والله العظيم تلاقينا معاه دابا. ربي يخليك ابنيتي. الحمد لله فين ما مشيت عندي محبين، بلا يوتيوب بلا والو، فين ما مشيت الحمد لله. تلاقينا معاك جلسنا نضحكوا معاك. ربي يخليك ابنيتي، والله شافوني كنصور وعيطوا عليا مساكن. الله يعطيهم صحيحتهم، الله يحفظ لهم وليداتهم، راهما باقين صغيورين ووليداتهم صغيورين. القناة ديالك محتواها زوين والله. ربي يخليك ابنيتي، ربي يخليك. دخلتي وشفتي. ربي يخليك ابنيتي. خلي بنادم يضحك معاك. هذاك الشيء اللي كاين ابنيتي، انا هكا. انا طبيعتي كتشوفيني هكا في الدار، فين ما مشيت هكا. داك الشيء اللي كاين، داك الشيء اللي كاين ابنيتي والله. شوفوا وليداتكم راه باغين يبانوا، راه ما شادش عليكم، شاده على راسي، راه جا مورايا، ما عندي كي ندير لي هذاك، جا مورايا. انا ما كنبغي نشد حتى على شي واحد اللي بغى يبان معايا بخاطره، بخاطره. انا ما نقولش شي واحد اجي يبان معايا ولا اجي، والوليدات صغار ما تنبينهمش، كيبانوا معايا ولاد خويا. راه هذا سامي، ها هو سامي، اجي سامي وواحد خوه وليد اخر صغيور. مالف تيبان معايا، تيعطيهم تحيه وتيقول لهم ديروا لعميتو سبسكرايب وديروا ليها ابوني. هو زعما هادو كيبانوا معايا، ولكن ولاد العائله الاخرى وهذا ما اللي ما بغاش، اللي بغى مرحبا به، انا ما غاديش ننزعو عليك. ربي يخليك، الله يزين ايامك ابنيتي. شوف يا بنيتي كل شيء فايت، الدنيا فايته، الحياه قصيره، الانسان اشنو كنديو غير الاعمال، الاعمال ديالنا، والانسان يكون شويه داك الكبر وداك التكبر وداك هذا راه خايب. راه الانسانيه والتعامل على الطبيعه، الطبيعه الاهلي خسر فينا الطبيعه بنيتي. ربي يخليك بنيتي. الحوايج هما اللي تيتبدلوا، الحمد لله احنا ما كتبدل فينا حتى حاجه، الحوايج اللي تيتبدلوا. والله امين بنيتي، امين. ربي يخليك. انتوما كتدخلوا للخاطر ومرحبا بكم عندي، وتا انا راه دابا نجي عندكم ان شاء الله، تتعطيني النمره نسالي دابا وناخذ النمره. وتبارك الله عليكم، وتبارك الله على وليداتكم، الله يصلحكم، الله يكمل عليكم بالخير، الله يصلح بنيات الجميع. ها انتم اخوتي كتشوفوا ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي. شوفي العائله نعطيها لي. ربي يخليك، ربي يخليك بنيتي. فانا نحو لي القناه ديالكم وغادي ان شاء الله نبارطاجيها مع كاع اللي عندي. وانا قولوا لي سميتها حقا. عالم عائشه واختها. قناه عالم عائشه واختها. قولي قولي انت. هي عالم عائشه واختها، هذه القناه ديالي انا واختي، جوج بنات دايرين زيوفه. جوج بنات دايرين زيوفه. راه غتصيفطها لي غادي. انا حيت انا يلا راه دايره هاد القناه، قلت لك دايرها مورا رمضان. تبارك الله ما شاء الله، الحمد لله. دخلوا عندهم، الله يجازيكم بخير، والله الا بنيات يستاهلوا زعما الدعم. وعندهم وليداتهم صغيورين مساكن، كل وحده والده جوج بنيات، جوج وليدات والاخرى جوج بنيات، باقيين صغار مساكن، وبنادم راه كيضارب مع الوقت. راها كما قلت لكم واحد المره، قلت لكم الله يخلف على هاد ميريكان وهاد اليوتيوب، الانسان اللي ما لقاش الخدمه، ما لقاش شركات، ما لقاش مسكين فين يخدم ولا فين يدير بعد هاد اليوتيوب. والمحبين وخوتنا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن كيدعمونا وكيدخلوا عندنا وكيتفرجوا زعما بدون مقابل. الله يجازيكم بخير. من دارك ما في دارك وداك الشيء، وكاين اللي كتقول لك لا وانا ندخل نتفرج فيك وانت تاخذي الفلوس. يا ودي اش من فلوس؟ والله الا كيقولوا لي الفوج اش من فلوس، ما كيقولوش عليا انا، ولكن كنسمعهم كيقولوا على ناس اخرين. قلت لهم راه مسكينه مجرد هوايه. والله ها بنتي. وحده قالت لك لا، وانا علاش هي لاباس عليها، عندها ما محتاجاش الخبزه. الشكل ديالك انت باين عليك الخير. ربي يخليك بنيتي، حنا دراويش. ربي يخليك، ربي يخليك، ربي يخليك بنيتي. راه الافعال والاخلاق راه هي اللي كتبين لك على وجهك راكي وكترفعك. اما ما فينا تكبر، ما فينا حسد، ما فينا حسد، كنبغيو الخير لينا ولبنياتنا والجميع. الحمد لله. انا بعد عود بلا ما قلت انا، والحمد لله اخوتي. اسمحوا لي راه دخلت لكم بزاف المواضيع. سير وليدي دخلت لكم بزاف المواضيع. هاد البنيات راه كيدخلوا للخاطر، ودخلوا عندهم ودعموهم، يلوحوا لي القناه ديالي. المهم هما قالوا لك
قالوا لكم السميه ديالها. انا حيت عاد نمشي ننسى عارفيني كنقول لهم ديك الحاجه راني نسيتها. ودخلوا عندهم ودعموهم وشكرا لكم اخوتي وشكرا للعالم كله اللي كيشوفني وكما قلت لكم اللي كيتفرج فيا وكيدخل عندي يكتب لي في الكومونتير منين مدينه منين دوله ومنين واخا عدرب وتا اللي ما يعرفش راه حنا كلنا خوتي العالم كله نص في راه ما قاريش ماشي كلشي قاري كلشي كيفهم راه كاين الفهم وكاين الوعي وخلي ما قاريش راه فاهم تبارك الله واعي اللي ما عرفش يدير لي على الرايه ديال البلاد اللي هو فيها بحال المغرب ديال رايه المغرب مصر رايه مصر اي بلاد اي بلاد اللي ما عرفش كنهضر على اللي افتقد ديالي واللي هذا راه حنا ماشي عيب الانسان يكون ما قاريش راه بكري كانوا الوالدين كيقريو غير الاولاد والبنات لا وكاين البلاصه اللي فيها المدرسه بعيده داكشي باش بنادم نصف العالم راه ما قراش في المغرب كيخاف دابا عندنا حنا هنا بحال سوالم كيوصلوا لهذا الاعدادي صافي كيحبسوهم كيقراو الشهاده ديك الاعدادي اللي فوق منها صافي كيحبسوهم كيقولوا لهم ترونسبور وكلشي كيجيبهم حتى للدار وكيحبسوهم ما كيخليهمش يقراو ولكن حشومه حشومه يحرموا البنيه من القرايه داك الشيء بنيتي ايوا هذا الشيء اللي كاين اخوتي هنا غادي نودعكم وعيد ذكرى ديال عيد المولد النبوي دخل عليكم بالصحه والعافيه وكل عام يلقاكم بخير ان شاء الله تم وليداتي راه غنبقى ندرك فيكم حتى يبقاو يبانوا لي عند هذا ثم سيروا الدراري ما غادي يبانوا غنبقى ندرك فيكم حتى غيبقاو يبانوا لي عند هذا المتتبعين ديالي خلوني نبان لهم ايوا هادشي اللي كاين اخوتي بسلامه عليكم وليله سعيده وعواشر مبروكه وكنتمنى ان شاء الله يا ربي ما تخرجوا دابا تكونوا تفرجوا في الفيديو تديروا لي لايك والبارطاج مع احبابكم واصحابكم وجيرانكم وما تنساوش ليا هاد البنيات انا مزوقه فيكم دخلوا عندهم ودعموهم ساكن تما راه بنياتهم وهذا والحمد لله راتهم المغاربه كيبغيو يدعموا بعضياتهم وفيكم الخير اخوتي راه بكم نتوما باش حنا طالعين وسمحوا لي راني كنطلع هادي على قبل الوليدات مورايا باغين يبانوا يلا بسلامه عليكم باي باي وراكم عزاز وغاليين وكنحبكم وكنموت عليكم سلامه.